أهلا بكم في حلقة جديدة. ضع سماعتك وهيا نبدأ. كان هناك رجل صالح يعيش في قرية صغيرة وهادئة. كان يعيش حياة بسيطة ومتواضعة، وكان يحب مساعدة الآخرين وتقديم العون والدعم لمن حوله. كان يعتبره الجميع قدوة للنجاح والتسامح. في يوم من الأيام انتشرت في القرية شائعة تفيد بأن الرجل الصالح يمتلك حجراً سحرياً يمكنه تحقيق الأمنيات. انتشرت الشائعة بسرعة، وبدأ الأشخاص يتوافدون على المنزل الصغير للرجل الصالح، يأملون في الحصول على الحجر السحري الذي سيحقق لهم كل ما يتمنونه. واجه الرجل الصالح هذا الضجيج والإقبال الكبير على منزله بصبر وودية، لكنه لم يكن يمتلك أي حجر سحري، بل كان يرفض الفكرة تماماً. فكان دائماً يعتمد على الله ويثق في قضائه وقدره. تجمع الناس ويطلبون من الرجل الصالح أن يظهر الحجر السحري وأن يحقق لهم أمنياتهم، لكن الرجل الصالح بدلاً من ذلك قال: أيها الأصدقاء، ليس لدي حجر سحري، لكنني أعتمد على إيماني بالله وصبري وعملي الجاد لتحقيق أهدافي. بدأ الناس يستغربون ويتساءلون كيف يمكن لهذا الرجل أن يكون سعيداً وناجحاً دون أن يكون لديه حجر سحري. فأجاب الرجل الصالح: قد يكون هناك أشياء تبدو سحرية ومدهشة، لكن السعادة الحقيقية والنجاح يتأتون من الداخل. إيماني بالله والتوكل عليه والعمل الجاد هما مفتاح السعادة والنجاح الحقيقيين. استمع الناس إلى كلمات الرجل الصالح وبدأوا يتأملون في طريقة حياتهم وسلوكهم. تعلموا أن السعادة والنجاح ليس مجرد أشياء خارجية يمكن الحصول عليها بسهولة، بل هما حالة داخلية تنبثق من الإيمان والتوكل والعمل الجاد. ومنذ ذلك الحين بدأ الناس في العمل على تحقيق أحلامهم وأهدافهم بثقة وإصرار، واكتشفوا أنهم قادرون على تحقيق السعادة والنجاح بأنفسهم بدون الحاجة إلى أشياء سحرية خارجية. تعلم الناس أيضاً أن الحكمة والتسامح والعطف هي قيم هامة يجب عليهم اعتمادها في حياتهم اليومية. بدأوا في مساعدة بعضهم البعض وتقديم الدعم والعون في الأوقات الصعبة، وكانوا يتذكرون دائماً كلمات الرجل الصالح وتأملاته النبيلة. ومع مرور الوقت تحسنت القرية وتعايش سكانها بسلام ومحبة. كانوا يحترمون بعضهم البعض ويقدرون التنوع والتفاوت في القدرات والمواهب، وازدهرت القرية بفضل تعاونهم وتضامنهم. ومنذ ذلك الحين أصبحت هذه القرية قدوة للعديد من القرى المجاورة، وتمتد صيتها الحسن إلى مدن أخرى. وتعلم الناس من هذه القرية القيم الأخلاقية والروحانية العميقة التي تميزهم وتجعلهم يعيشون حياة مليئة بالسعادة والنجاح الحقيقي. وتكمن العبرة من هذه القصة الدينية في أن السعادة والنجاح الحقيقيين لا يأتيان من أشياء خارجية تافهة، وإنما يأتيان من الإيمان والتوكل والعمل الجاد والقيم الأخلاقية. علينا أن نتذكر أن السعادة تكمن في قلوبنا، وأننا مسؤولون عن خلقها وتحقيقها في حياتنا وحياة الآخرين. مرحبا بكم من جديد. أرجو أن تأخذوا الفائدة من هذه القصص. فلنبدأ. كان هناك رجل صالح يعيش في إحدى القرى النائية. كان اسمه محمد. كان محمد رجلاً طيب القلب ومحبوباً من قبل الناس في القرية. كان يسعى جاهداً لمساعدة الآخرين وتخفيف معاناتهم. في يوم من الأيام وقعت حادثة مأساوية في القرية. اندلع حريق هائل في منزل أحد العائلات، واتسعت ألسنة اللهب بسرعة لتشمل المنازل المجاورة. سادت حالة من الذعر والهلع بين الناس، وبدأوا في الهروب والبحث عن مأوى آمن. عندما علم محمد بالحادثة لم يتردد للحظة في التصرف. أدركوا أن الوقت أمر ضروري، وأنه يجب إبلاغ السلطات المحلية وإطفاء الحريق قبل أن يمتد أكثر. قام بالاتصال بإطفائية القرية وأبلغهم بالحالة، ثم هرع محمد إلى مكان الحادث.
عندما وصل محمد إلى الموقع وجد الناس يصرخون ويحاولون إخماد النيران بأي طريقة ممكنة. قرر محمد أن يتصرف بسرعة وفعالية. طلب من الناس القريبين منه جلب الماء والأواني الكبيرة للمساعدة في إطفاء الحريق، بينما قاد البعض الآخر في تشكيل سلسلة بشرية لنقل الأشياء الثقيلة وإجلاء الأسر المحاصرة. عمل محمد والأهالي بجد وتعاونوا بروح الفريق الواحد. تمكنوا من إبعاد النيران وإنقاذ المنازل المجاورة. احتضن محمد الأسر المتضررة وأكد لهم أنهم لن يكونوا وحدهم في مواجهة هذه المأساة. ساعد في تأمين المأكل والمأوى لهم وتقديم الدعم العاطفي. عندما تمت السيطرة على الحريق واستعادة الهدوء في القرية، تجمع الناس حول محمد، شكروه وثنوا على شجاعته وتضحياته. أدرك الجميع أن محمد كان مصدراً للإلهام والخير، وأنه قد أحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس. تبقى قصة محمد الصالحة عبرة تذكرنا بأهمية التضحية والعطاء، وأن الأفعال الصغيرة يمكن أن تحقق تأثيراً كبيراً في حياة الآخرين.